كيف ترد إسرائيل على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة؟ ترده هكذا بارتكاب مجازر؟ صاحب هذا البيت يحمل الجنسية الأمريكية، قصفته الطائرات الإسرائيلية هذا المنزل دون سابق إنذار. هذه الغارة في هذا المنزل أدت إلى ما يزيد على 20 شهيدا وعشرات الجرحى، كلهم كانوا أشلاء. هكذا ترد إسرائيل على دعوة مجلس الأمن لوقف لإطلاق النار في غزة.